فبكل معزة واحترام نستقبلك يا دكتور ويا حياك الله. يا حياك الله يا دكتور، مسعدين بلقائك، يا مرحبا بك. شكرا جزيلا، أشكر هذه الإطلالة على القناة الفلوجة من خلال أنور الحمداني. يا مرحبا أنور الحمداني، صوت الحق، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يتسع هذا الصوت من خلال تواجدنا، تواجد الشرفاء في البرلمان في سبيل التغيير. التغيير هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراقيين وخلاصهم من هذه الحالة إلى حال أحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الناس منتظاركم، انتظاركم أن تصنعون هذا التغيير، أن تصلحوا الحال بإذن الله تعالى. يا دكتور، أنتوا رحت زرتوا الجرحى، وأريد انطباعك، شنو اللي توصلوه من الرسالة؟ تفضل. احنا نتمنى انه رسالتنا توصل للشعب العراقي وللناخبين خصوصا، يعني في بغداد وبقيه المحافظات، بالذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار الافضل. الافضل الذين لم تطرح على سيرتهم المهنيه او السياسيه اي لوثه، وهذه سواء كانت لوثه فساد او تلطخ ايادي بالدماء أو تحريض فئة على فئة على فئة أخرى أو الاستقواء بالآخرين. لهذا السبب احنا ما نستقوي غير بإخواننا وأهلنا العراقيين، اللي نحثهم بأن نكون احنا صوتهم المقبل، واحنا اللي راح نمثلهم خير تمثيل في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. هذه الانتخابات اللي تكون مفصلية، وهذا انتقالة نوعية في حياة العراقيين والعراق. العراق 2018 غير العراق قبل 2018، 15 سنة أعتقد كافية بأنه تفرز السيء حاشاكم للسوء، وبين ما هو صالح ويستطيع أو يريد أو يرغب أو حريص أن يعمل بجد واجتهاد في سبيل التعبير عن مصالح المواطنين وخدمتهم، وليست خدمة المصالح الشخصية. نعم دكتور، الآن لو نسأل، يعني أنت الآن بين الناس، و اكو لربما الان الناس متحفزه للمشاركه اكثر مما قبل اسبوعين وقبل شهر، انت شو تقول للناس؟ شنو المطلوب منها الان؟ شنو شلون تختار؟ شنو رسالتك لهم؟ تفضل يا دكتور. احنا حنذهب باتجاه لا نقول المجرب لا يجرب، بقدر ما نقول التوخي والبحث عن الناس اللي ممكن أن يخدموهم. يعني خلينا نقول واحد صاحب رسالة يريد يوصل هذه الرسالة أو هذه الأمانة لشخص آخر، بالتأكيد راح يكون حريص أن يبحث عن شخص أمين ومؤتمن وصاحب عهد وموثوق يوصل هذه الرسالة للآخرين. هذه الرسالة أو حامل هذه الرسالة ينبغي أن يمتلك مواصفات كثيرة وكبيرة وحميدة، والمرشحين كثر علينا أن نتوخي الحذر والدقة في أن نراعي هذه الاشتراطات والشروط والمواصفات في أمن يحملها، حتى نكون خيارنا صائب ثم يرسم مستقبله ومستقبل أولاده في هذه الأربع سنوات المقبلة اللي راح تأسس لمرحلة جديدة إن شاء الله في حياة العراق. طيب، وشنو الواجب اللي بالنسبة تفضل كمل. بالنسبة أن كياسين العيثاوي موجود، هو أستاذ بالجامعة. أنا في تقديري، أنا طيلة 15 سنة اللي مضت لم أقدم على ترشيح، لكن لحبي ولقدسية هذه المهنة اللي هي مهنة الأنبياء والأولياء، اللي هي مهنة التعليم. وأنا أعتقد أنه هذا المكانة هي ليست أفضل من المهنة السابقة، مهنة المقعد البرلماني أو وجودي في البرلمان، لكن اتساع الدور والدور الكبير الذي يقوم به خدمة للمواطنين هو اللي خلاني أتقدم خطوة على هذا المجال وهذا الانتخابات. بمعنى آخر، أي أن خدمة المواطن هي الغاية، أنه محدودية تقديم الخدمات خلال موقعي الآن اللي موجود به من خلال التعليم العالي ومن خلال التعليم الجامعي هي اللي خلتني أنه أنتقل من هذه المكان إلى مكان آخر اللي هو في وجودي في البرلمان إن شاء الله.